السلام عليكم، تحية خاصة إلى كل متابعي قناة هدى كرافتس وإلى المتابعين الجدد. بالنسبة لعملنا اليوم فراح يكون صفحة أخرى بطريقة الميكس ميديا، وهذه الصفحات قمت بعملها بالفترة السابقة، وإذا حابين تتعلمون طريقتهم فإن شاء الله أترك لكم الروابط الخاصة بهذه الصفحات. فراح نبدي بالعمل. الخطوة الأولى أنه أقوم بتغطية يعني هذه الصفحات بمادة الجسو. اللي حابين يتعلمون طريقة الجسو أيضا ممكن أترك لكم الرابط الخاص بطريقة العمل. فاللي راح أسوي أنه أغطي بطبقة من الجسو وأتركه لحد ما ينشف. هنا هذه الخطوة أني استخدمت ورق الجرائد ولصقت يعني قطع على الصفحة، لكن بعد ذلك لغيت هاي الفكرة. يعني هذه الفكرة ممكن أنتوا يعني تتركوها. فبعد هذا، بعد ما جفت الصفحة، بديت أستخدم الألوان المائية. يعني هذه ألوان مائية رخيصة جدا، تقومون ب يعني ترشون الصفحة بالقليل من الماء وتبدون يعني بطريقة التلوين بهذا الشكل. فراح أستمر يعني أخلط الألوان لحد ما أحصل على النتيجة اللي يعني أقتنع بيها. ودائما بعد ما يعني تضيفون الألوان تحاولون رشات خفيفة من الماء، بحيث يعني هذا يساعد على انه الألوان تتداخل مع بعضها، ويعني بين فترة وفترة تحاولون انه تجففون الألوان قبل ما تضيفون طبقة اخرى. فهنا راح استمر بإضافة الألوان. الآن بعد ما وصلت لهذه النتيجة، الآن راح أستخدم الألوان الكحول، وهذه أيضا ألوان مصنعة بالمنزل من مواد بسيطة جدا، وراح أترك لكم الرابط الخاص بطريقة عملهم. فبديت أضيف الألوان بهذه الطريقة، وحاولت أنه أجفف العمل قبل ما أبدي بالخطوة اللي بعدها. الآن راح أستخدم هذا الستنسل ماركت هيرو آرتس، ويعني باستخدام أي نوع ألوان متوفرة عندكم. يعني ممكن قطعة اسفنج وألوان أكروليك وتستخدموها بنفس هذه الطريقة. أنا هنا أنا راح أستخدم ألوان الديستريس إنك، وراح أبدي أضيف هذه التأثيرات على الصفحة. يعني إضافة هذه التأثيرات هي اللي تضيف جمالية للصفحة نفسها، وممكن تخفي إذا عندكم عيوب بالتلوين أو أي حاجة حابين أنه تخفوها. وباستخدام هذا الختم راح أحاول أنه يعني أضيف هذه الكتابات. هذه الخطوة أيضا ممكن إذا تستخدمون ورق كتب قبل ما نبدي بالتلوين، أيضا ممكن يعني تستعيضون عن هذا الختم. الخطوة الأخرى أنه أخذ كمية قليلة من ألوان الأكريليك اللي باللون الأبيض، وأحاول أخففه بالماء وأبدي ب
فرشة خفيفة أحاول أقوم بعملية التنقيط بهذا الشكل، أو راح أكرر نفس هذه الخطوة باستخدام اللون الأسود. ودائما نجفف الألوان قبل ما نبدي بالخطوة اللي بعدها. الخطوة الجاية هنا أنا عندي هذه القواطع اللي هي بشكل دوائر وبأحجام مختلفة، فاللي راح يصير أنه أحاول أرسم هذه الدوائر بهذا الشكل، يعني راح أرتب هذه الدوائر من الحجم الكبير لحد ما أوصل لأصغر حجم متوفر عندي. بعد ما كملت رسم هذه الدوائر ايضا راح استخدم مادة الجسو واحاول الون الاجزاء الباقية، يعني ما عدا الدوائر، يعني بالطريقة اللي شاهدوها امامكم. هذه الطريقة استخدمها حتى نحصل على تأثير مشابه ل فكرة الظل اللي يكون بجانب يعني أي هذه الدوائر. فممكن أنتوا تستخدمون مثلا فرشة مع قليل من اللون الأسود وتبدون يعني تطبقون نفس هذه الفكرة. وباستخدام ألوان الديسترس إنك حاولت إنه يعني ألون حواف الورقة باللون الأسود. ممكن أنتوا بماركر تمرروا على حافة الورقة بحيث نتخلص من اللون الأبيض اللي بالحافة، وأيضا يعني كأنه تأطرون اللوحة بالكامل. هنا استخدمت ألوان الألوان الخشبية الماركت إنكتنس كولر بنسل، هذه ألوان تتفاعل مع الماء ويعني تتحول من أقلام يعني خشبية إلى ألوان كحول، يعني تصبح دائمية. يعني هي هاي مجرد أني الهدف من هذه الخطوة إنه أحصل على شكل مشابه للشادو أو الظل بجانب كل دائرة. الآن عندي هذه الفراشات قمت بطباعتهم على هذه الورقة، وراح أبدي ألونهم بألوان الجيلاتوز. اللي ما متوفر عندها أختام بشكل الفراشات عادي ممكن تطبعوها، تطبعون أي فراشة وتاخذون الفراشة وتبدون تقصوها ويعني تطبقون نفس هذه الفكرة. فراح ألون هذه الفراشات وبعد ذلك أستخدمها بالصفحة.
بالنسبة لي يعني العبارة اللي راح استخدمها بهذا العمل، فحاولت انه العبارة بما انه يعني طويلة نوعا ما، فاللي سويته انه قطعتها قسم، يعني استخدمت الحروف جاهزة مثل ما شاهدون امامكم، بديت رتبت الحروف بهذا الشكل، استخدمتهم باستخدام البيك شات ماشين، لصقت الحروف وباقي العبارة كتبتهم يعني بخط اليد ورتبتهم بهذا الشكل. يعني هاي بالنسبة للعبارة راح يعني تعتمد عليكم انتو شنو حابين تكتبون بالصفحة، ممكن تكتبوا بخط اليد، ممكن تطبعوا، واللي متوفرة عندها الأختام ايضا ممكن يعني تستخدمهم. فراح احاول انه ارتب الكلمات والعبارة بطريقة معينة، وبالنسبة للفراشات وألصقهم، وبعد ذلك أرجع لكم. بهذه الخطوة حاولت، بما أنه أنا كتبت العبارة على ورق باللون الأسود، فحاولت انه استخدم ايضا ورق الابيض، يعني بحيث نحصل على اطار للورقة اللي باللون الاسود بالطريقة اللي شاهدوها امامكم. وهنا بعد ما كملت يعني لصقت العبارات هذه والفراشات، حاولت باستخدام هذا الجل بان اضيف بعض يعني اللمسات على الحروف، بما انه استخدمت ورق اللون باللون الاسود، فحاولت انه استخدم هذا اللون الابيض واضيف هذه اللمسات بالنسبة لهذه العبارة. واخر خطوة راح استخدم فرشة وينك اوف ستيلا براش، بحيث اضيف لمعة خفيفة على هذه الفراشات. ممكن انتم تستخدمون طلاء الاظافر الشفاف اللي يكون به لمعة. اذا هذا هو الشكل النهائي للصفحة، واعتقد انه نتيجة حلوة. فاذا اعجبكم هذا الفيديو لا تنسون الضغط على زر الاعجاب والاشتراك بالقناة اذا حابين تتابعون المزيد من الافلام التعليمية الخاصة بالاعمال اليدوية، وانتظروني على الفيديو القادم، وشكرا.